في حفظ الله ورعايته. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا تعلن انطلاق الشوط الرئيسي الاول بكار الصعوب بعد ما معنا شوط المشتركات الشوطين الرئيسيين. نتابع الإثارة والمنافسة، أشواط خاصة بالصعوب أيضا صندوق. نسير مع المقدمة والبداية والمركز الأول اللي على الصدارة، علي بن محمد بن معيوف يقدم لنا هذا الحضور، ولكن هنا على المقدمة محبة لعامر بن سالمين بن قروان العامري يقدم لنا حضور محبة، بينما الوصول والتغيير من أسرار الحجري، أسرار عامر بن ناصر بن سالم الحجري يقدم لنا سرور. الله يا أسرار. المركز الثاني سالمين بن قروان العامري، والمركز الثالث اشتيت بن سعيد بالعامري على المركز الثالث، ولكن انا على الصدارة على المقدم اسرار، ولكن باح السر عامر بن ناصر بن سالم الحجري. وصلوت محبة يا حبها للفوز، يا عامر عامر بن سالمين بن قروان العامري. الله يا راعي الخوار، سلامي عليك، سلام يا بن قروان، سلام يا التهنية والناموس لسالمين بن قروان داعمي هذا الشعار، والتهنية للمالك عامر بن سالمين بن قروان العامري على فوز محبة بهذا الشوط. المركز الثاني أسرار عامر بن ناصر بن سالم. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدينا الكرام حاولت رقم 44، اعتقد بان شعار اضحي بن مبارك الاكتبيه. توقيت الزمني 2:20 تهانينا والناموس لعامر بن سالمين بن قروان على فوز محبه بهذا الشوط.